شكرا. حسنا حضرتك نكمل الاستعراض الجزء من التراك ريكورد بتاع الصندوق من تاريخ التأسيس لغاية النهاردة. هو ده الجزء اللي هنستعرض فيه ما تم إنجازه. النقطة الأساسية اللي نركز عليها واستكمالا لما تفضلت بيه معالي الوزيرة هو إيه دور الصندوق في القطاعات والاقتصاد المصري وانحيازنا للاقتصاد المصري. يعني كل الصناديق السيادية اللي أطلقت حوالين العالم أطلقت بقواعد اقتصادية مختلفة عن بعضها. مصر عندها اوريدي اقتصاد متنوع، عندنا جزء كبير قوي من القطاعات الاقتصادية موجودة وموجودة منذ آلاف السنين، عندنا عمق اقتصادي بنبني عليه، فده جزء أساسي لازم نبني عليه. سياسة الاستثمار بتاعت الصندوق وهو ده اللي اتحقق في العرض اللي هقدمه لحضراتكم دلوقتي. الجزء الثاني المهم هو بناء السياسات الاستثمارية والاستراتيجية الاستثمارية القطاعية. قطاعية معناها ايه؟ ان احنا نقول مصر عندها سياحة بقالها عشرات السنين كانت في شايفة ازدهار وكانت بتمثل اكتر من تلت الناتج المحلي المصري في عز الاداء بتاعها. بعد كده بقى عندنا النشاط ربنا يعني يحافظ لنا عليه زي قناة السويس، بقى عندنا نشاط لوجستي عالمي واهميته وضحت لما حصل أزمة تكدس في المعبر المائي. كل دي مقومات اقتصادية موجودة عند مصر، ولكن عندنا مقومات تانية كامنة لازم نكتشفها. فبداية اطلاق الصندوق كانت ان احنا عكفنا نعمل سياسة قطاعية استثمارية، والقطاعات اللي تفضلت معالي الوزيرة عرضتها على حضراتكم هي كل قطاع من دول اتعمل له يا اما صندوق فرعي عنده مجلس ادارة متخصص وكوادر متخصصة نبني بيها سياسة الاستثمار اللي الصندوق مقتنع ومتجه اليها، لان هو ده استثمار مصر في القطاعات الاقتصادية المستقبلية للاقتصاد المصري. الصندوق السيادي المصري مختلف عن الصناديق السيادية الأخرى إن هو منحاز إلى التنمية، منحاز إلى العوائد المركبة زي ما بيقولوا دبل باتوم لاين، إن هو يبقى فيه عائد مادي وكمان عائد تنموي على العائد المركب. المحفظة الاستثمارية اللي بناها الصندوق على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا برغم من تحديات الكورونا، برغم من التحديات الجيوسياسية اللي حصلت في المنطقة، ارتفاع الفوائد في الوقت الحالي اللي هي بتأثر سلبا على تقييمات رؤوس الأموال بتاعت الشركات العالمية والبورصات العالمية كلها، برغم من ده احنا بنتعامل بآلية الاستثمار المباشر لإدماج وانحيازنا لإدماج القطاع الخاص داخل الفرص الاستثمارية القطاعية اللي احنا اتفقنا هو ده المنهج الاستثماري بتاعنا. منهج الاستثمار بتاعنا بيبتدي بالصناديق الفرعيه. لو ابتدينا على نبص على الثروه العقاريه، ده عندنا وفره في الثروه العقاريه. الثروه العقاريه الموجوده عند مصر ممكن تتمثل في استخدام يا اما هتبني ارض لمصنع، لمنطقه لوجستيه، لسوشيال انفراستراكشر، مدارس او جامعات او مستشفيات، ممكن تعيد استغلالها في ان تغذي المعروض من الغرف الفندقيه عشان القطاع السياحي او القطاع الترفيهي، وفي نفس الوقت يبقى عندك كمان انفنتوري بقى كبيره جدا او اضافات كبيره جدا لقطاع رياده الاعمال زي اللي احنا شايفينه بيحصل في منطقه وسط البلد. كل دي قراءات في التوجهات للسوق النهارده. لما بنقرا هذه التوجهات بنبني سياستنا الاستثماريه على بناء على هذه التوجهات، زي اعاده استغلال مجمع التحرير، زي اعاده استغلال مجمع مباني وزاره الداخليه تتحول الى كيان جاذب لرواد الاعمال في وسط البلد، وده حاجه حصلت طبيعيه. احنا بنبني وبنشجع وبننمي بناء على التوجه قراءتنا للسوق. جزء من استثماراتنا كان تاني برضه في قطاع التعليم اللي هي التعليم الرقمي، النقله اللي بتحصل النهارده في ان الطلبه النهارده ابتدوا يبقى عندهم تابلتس، يبقى عندهم اكسس. الجيل الجديد كله بيتعامل مع التكنولوجيا بحرفيه حتى مع صغر سنهم اكتر بكتير قوي من الاجيال اللي قبلهم، فيبقى احنا بنخاطبهم بلغه العصر الجديد. فالتعليم بقى الماده التعليميه بتنتقل بالاسلوب الرقمي. عندنا الاستحواذ اللي عملناه مع منصه التعليم ان احنا نخش في رقمنه المناهج ورقمنة الكتب يعني الرقمية، هي لا مش اسف، اللي هي الكتب اللي هي الثانوية او المساعدة للتعليم، آليات التعليم او دعم التعليم من اكسرسايز ورك بوكس او اكسرسايز بوكس زي ما بيقولوا، معلش التعبير خان. جزء من المحفظة بقى اللي احنا بنحاول نقوله هو ازاي المحفظة الاستثمارية اللي تمت على مدار الثلاث سنين اللي فاتت دول بتعكس أولويات الصندوق
أولوياتنا هي عندنا ثلاث محاور رئيسية زي ما تفضلت معالي الوزيرة: تعظيم العائد من أصول الدولة غير مستغلة، وإعادة تخيل أصول الدولة بشكل جديد، ومقاومات الدولة وما هي استدامة المقاومات الموجودة عندنا. فده مبدأ من مبادئ الاستثمار، إزاي نعمل استثمار مباشر مشجع لو إحنا النهاردة السوق ماشي ضدنا، إزاي نتجاوب ونبقى عندنا الطريقة المرنة، وفي نفس الوقت كمان إتاحة فرص استثمارية جديدة وفريدة من خلال إعادة تخيل مقاومات الاستثمار زي الطاقة المتجددة والمقاومات المكتشفة أو الكامنة اللي في الاقتصاد المصري. سريعا جدا، مجمع التحرير كان الدولة المصرية عندها ردا على موضوع البيع أو الاستثمار. احنا سوق ناشئ، ما عندناش وفرة في رؤوس الاموال، والقطاع الخاص المصري عنده قصص نجاح كبيرة جدا وعندهم كفاءات في الادارة، ولكن احنا سوق مش متشاف عالميا في بعض القطاعات. مجمع التحرير كان الدولة عندها اختيار من اتنين: يا اما تطرح المبنى ده يتعمل عليه مزاد ويتباع كاصل من اصول الدولة ويسيل والاموال دي تسترد تخش في ميزان الدولة، او ان احنا نحوله الى عملة للاستثمار او جزء من راس مال مشاركة ويبقى له عائد مستدام. لما اي رؤوس اموال الشركات الناس بتشتري اسهم في البورصه او تخش في اي مساهمات بتخش بغرض الربحيه، احنا حولنا هذا المبنى الى عمله للاستثمار وعمله راس مال في شراكه مع مستثمر اجنبي دخل مصر لاول مره. تهيئه هذا الاصل وطرحه واليه طرحه هو ده احد ادوار الصندوق، اللي هو بيحاول يخاطب القطاع الخاص المحلي والعالمي بشكل بيديله اكسس لفرص استثماريه او يشوف القطاع الاستثماري بشكل جديد. ده من ضمن الاهداف. استاذ ايمن، يعني حفاظا على الوقت، هل هناك كما يعتقد البعض ربما تضارب ازدواجيه بين دوركم كصندوق وبين دور شركات قطاع الاعمال؟ هل في هذه الحاله حتى لا يحدث هذا التضارب هناك ربما موائمة بينكم وبين شركات قطاع الأعمال حتى يحدث هناك زيادة في كفاءة الإدارة مثلا تحويلها إلى الربحية بشكل ما؟ هل هذا أحد المستهدفات أم أن هناك مسافة كبيرة بينكم وبين قطاع الأعمال العام؟ لا، أنا هقول لك مثل واحد بسيط. الشراكة في البنك، أحد الاستثمارات اللي قام بها الصندوق كان دخول بزيادة رأس مال مع مستثمر محلي ولكن من الشركات الناجحة إقليميا، فده ما يطلق عليه تشامبيون مصري. قصة النجاح دي اتخلقت ازاي؟ عن طريق خلق شراكة ما بين الدولة، وتمثلت حصة ملكية الدولة 49% والدولة حصتها وصلت ل 49% عن طريق زيادة رأس مال اكتتب فيها المستثمر المحلي الإقليمي بزيادة رأس مال، ووصل هو استحوذ على الأغلبية، وبالإدارة بإدارة القطاع الخاص بمنهجية إدارة القطاع الخاص بياخد هذا الأصل إلى الربحية. فبكده بنخلق الشراكة دي، فهو الدور ده لا يتعارض، هو الدور احنا كيان استثماري، الاستثمار بيخش يلاقي فرص استثمارية في مشاركة مع الدولة، بنشارك وزارة الكهرباء، نشارك قطاع الأعمال العام، نشارك أي وزارة من وزارات، وزارة الصحة، وزارة التعليم، هيئة قناة السويس، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كل كيانات الدولة تصبح كيانات نشاركها مع القطاع الخاص. هو دورنا الأساسي هو أن احنا نجذب رؤوس أموال القطاع الخاص إلى الاقتصاد المصري. سريعا جدا لو سمحت. أهم حاجة هنا الأولويات القطاعية اللي احنا بنقولها، ده ثلاث أمثلة بسيطة جدا وسريعة جدا. المثل الأول هو إزاي تشوف في مصر فرصة من موارد من الطاقة المتجددة وتترجمها على أرض الواقع إلى مسار استثماري وقطاع جديد نامي عالميا، ونحط مصر على خريطة هذا القطاع قبل أي دول تانية ودول نامية ودول متقدمة بمقاومتنا اللي موجودة عندنا. الطرح ده في حد ذاته إن يبقى نخلق زي خريطة طريق للهيدروجين الأخضر وصناعة الوقود الأخضر بميزة التنافسية للموقع بتاعنا ووجودنا على قناة السويس، ده أحد أهم المقاومات اللي تبني عليها حالة من الاستثمار. إحنا كصندوق سيادي عضو مع مجالس صناديق سيادية أخرى مع مديرين استثمار عالميين بنتكلم معهم، طرحوا النهاردة الهيدروجين الأخضر ككاتيجوري مستقلة في محافظ الاستثمار لمديرين الصناديق عالميا، وده كان ميثاق ما بين مجموعة الصناديق المستثمرة في الاقتصاد الأخضر. ده في حد ذاته حط مصر على هذه الخريطة في الريادة. نفس الشيء في تحلية المياه، البنية الأساسية، ده نموذج إزاي إن دور الصندوق إن إحنا نحاول نخلق منتج استثماري
لتحلية المياه ده انفراستراكشر أو بنية أساسية الدولة كان تيبيكلي هي اللي بتستثمر فيها. النهاردة مع وجود رؤوس أموال عندها استعداد تستثمر لمصر في مصر لمدة 25 سنة، تقدر تخلق منتج استثماري، تخش بشراكة أقلية تجيب بضاعة. أستاذ أيمن لحظة، نرحب الآن بانضمام دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي الذي يشرف هذه الجلسة. تفضل يا استاذ ايمن. شكرا. بالنسبه لقطاع تحليه المياه هو المثل، وده بقى نرحب بدوله رئيس الوزراء. المثل اللي كنا بنتكلم عليه امبارح هو مثل دخول رؤوس الاموال القطاع في القطاع الخاص لسد فجوه استثماريه ممكن تبقى الدوله محتاجاها، ووفرت رؤوس الاموال من القطاع الخاص لمده تستثمر في مصر 25 سنه. تتمتع مصر بقوة اقتصادية وحجم سكيل، إننا لو هنعمل في مصر مشروع خطة تحلية مية أكبر من دول أغنى من مصر بكتير، ولكن عندنا مساحة من حجم السوق تتسع لاستثمارات في البنية الأساسية بمليارات الدولارات، فده جاذب في حد ذاته. فجذب رؤوس الأموال إلى هذا القطاع ده أحد الأدوار اللي ممكن نقوم بها لده. وطبعاً أخيراً وليس أخيراً توطين الصناعة، لما مصر عندها إنفاق استثماري كبير جداً في البنية الأساسية بيخلق برضو سكيل، حجم دولة فيها 104 مليون بني آدم، مليون كيلومتر مربع، عندك البنية الأساسية لما بتتبني الحجم التصنيع وتوطين التكنولوجيا اللي ممكن تخش عشان توفي احتياجات الدولة من عناصر البنية الأساسية، ده فرصة ما بتجيش للدول غير على مدار كل عقود من الزمن بتيجي أحد.